اقرا الفتحه سعيد. يمين الست شافيها. الست دي ست كويسه، انا عشرتها سنين، كانت مراتي وحبيبتي وسردي وكل حاجه في الدنيا. الحياه مش سهله سعيد، محدش فينا بيختار هو اتولد فين ولا ابن مين ولا هيعيش حياته ازاي. الست دي حياتها في الاول قبل ما تقابلني كانت صعبه جدا، ما كانش في ايدها حاجه تقدر تغير بيها حياتها. بس انت عارف ايه اللي بيخلي واحد يقدر يغير حياته سعيد؟ الحب. الست دي انا حبيتها وهي حبتني. يمكن انا ما كنتش عارف قد ايه انا بحبها غير الايام دي يا سعيد. ادي الحكايه دي، امك اهي جنبنا، مين عارف يمكن تكون سمعانا دلوقتي. هي في عالم تاني محدش يعرف اسراره، بس انا حاسس انها سمعانا، ودي امانه كنت لازم اوصلها لك ولازم تعرفها. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.